المسابقة الإقليمية أو في الشعر التلامذي والتي تندرج في إطار مسابقات تشبيك الموضوعات. جميل أن يعزز ثقافة الاعتراف، الاعتراف بمجهود الأطر الإدارية والأطر التربوية، ولكن الأجمل هو الاعتراف بمنتوج وإنتاجات التلميذات والتلاميذ. فمزيدا من الاعتراف ومزيدا من الاعتراف ومزيدا من الاعتراف بمجهودات التلميذات والتلاميذ. جعلت من خلوتي حبرا في الدواب، جعلت من نسكي زهدا في بعض النساء، كنت أسبح في الفضاء، أسجد للرب في السماء، أحلم بتاج النساء.